هنتكلم بقى دلوقتي ان شاء الله في موضوع مهم جدا، موضوع البرينتينج. ماشي، برينتينج، البرينتينج طباعة يعني. ماشي، البرينتينج ده عبارة عن شوية مصطلحات لو فهمتها كويس هتفهم الموديول ده. هما 2 موديول مش موديول واحد، بس صغيرين يعني. ماشي، انا عايزك تفهم اول مصطلح اسمه برينت ديفايس. ايه هو البرينت ديفايس؟ حد يعرف؟ انا بقول برينت ديفايس يا عم، بقول برينت ديفايس اللي هو الطابعه، صح؟ اللي هو الطابعه اللي هو الماشين، صح كده؟ اللي هو الماشين. المصطلح الثاني برينتر، ده الدرايفر. يبقى ما ينفعش تقول البرينت ديفايس هو البرينتر. لا، ما مش عكس ما اللغه بتاعتنا. البرينتر ده هو ده عباره عن الدرايفر، مش اي هاردوير عشان تستخدمه لابد انك انت تنستول الدرايفر بتاعه، اهو الطابعه دي اللي هي الماشين، علشان تطبع عليها لابد انك انت تنستول الدرايفر بتاع، الدرايفر بتاعه اسمه برينتر. صعب الكلام كده؟ ماشي. طيب في حاجه اسمها برينت سيرفر. ايه هو البرينت سيرفر بقى؟ ده السيرفر اللي هتمانج من عليه عمليات الطباعه، معايا كده؟ ده اللي هتبدا تدي بيرميشن على البرينتر وتقول مين يطبع مين ما يطبعش. ده حاجه غير الفايل سيرفر، حاجه غير الفايل. غالبا هو في مايكروسوفت يسموه فايل اند برينت سيرفر، لان هو الفايل سيرفر هو هو هيبقى البرينت سيرفر. فايل اند برينت سيرفر، فاكر لما هنعمل بريوريتي مين يطلع مين مثلا، كل الحاجات دي بتعملها فين؟ على السيرفر نفسه هو اللي بيمانج العمليات دي. ماشي، صعب الكلام كده؟ امال فين حاجه زهر لما تبدا السيرفر؟ طيب ماشي ماشي، صعب كده؟ ماشي. يبقى في برينتر وفي برينت ديفايس وفي برينت سيرفر. طيب افيلابيليتي دي معناها ايه؟ availability دي معناها ايه؟ ها بالعربي معناها ايه؟ اللي هو الوقت المتاح في عمليات الطباعه، صح كده؟ صح كده. هتلاقي باي ديفولت ان البرينترز اولويز افيلابل للناس في اي وقت، اي حد عايز يطبع هيطبع. انت ممكن ايه تنكد عليهم بقى شويه، تقول لا بقى اوامر الطباعه دي مش هينفع تروح للبرنت ديفايس الا من كذا لكذا، من 9 ل 5 مثلا. ماشي، مش ابو كده يا باشا، بجد والله كده خفيف، اتكلم بجد والله. ليه يا باشا؟ ماشي، حلو كده. دي الافيلابيليتي. طبعا الافيلابيليتي دي عشان تعملها هتعملها على مين؟ ها، على السيرفر، لان انت كده بتمانج عمليات الطباعه، صح؟ طيب في حاجه اسمها برنت بيرميشنز، مين يطبع ومين ما يطبعش. هتلاقي ان باي ديفولت كل الناس من حقها انها تطبع. يمكن انك انت تعمل ايه؟ الله يفتح عليك، ناس معينه هي اللي تطبع وما تطبعش، صح كده؟ كلام جميل. طبعا الكلام ده برضه هتعمله فين؟ على السيرفر، صح؟ حاجه اسمها برنت بريوريتي. بريوريتي يعني ايه؟ اولويه، مين يطبع قبل مين. ده هتعمله فين؟ هتعمله على مستوى السيرفر، صح كده؟ طيب هتلاقي في حاجه اسمها برنت بولينج. ايه برنت بولينج؟ انك انت هيبقى عندك 2 ديفايس زي بعض بالظبط وتعمل ما بينهم لود بالانس. لو واحد بعت امر طباعه يوصل لده، واحد تاني بعت امر طباعه يوصل للتاني، مش ورقه ورقه، امر امر، بدل ما يبقى ايه ديفايس واحد بس هو اللي بيهندل كل ايه. ما هو ده نوع من انواع اللود بالانس برضه، بس بتوين تو ديفايسز. ماشي ماشي، ما احنا اما ناخدها تفهمها. بص يا سيدي، انا عندي 2 ديفايسز بالظبط زي بعض، الاثنين بعرفهم بدرايفر واحد، الناس بتنستول الدرايفر ده وبتكونكت على الدرايفر ده عندهم. حلو كده، اي حد بيبعت امر طباعه بيبعت من خلال هذا الدرايفر. الدرايفر ده في الحقيقه ده مسمع في جهازين،
وامر يبات كده وامر يبات كده وامر يبات كده وامر يبات كده. خدها نشوفها دلوقتي ماشي. لا اطلع ماشي. فطبعا برضو الكلام دوت عشان تعمل برنت بولينج لازم تعمله فين؟ على مستوى السيرفر صح كده ماشي. بس في حاجه اسمها تانية سبول فولدر. ايه السبول فولدر ده بقى؟ اوامر الطباعه دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن كيو يعني طابور. يعني انا بعت امر طباعه ومينا بعت امر طباعه وديفيد بعت امر طباعه ومنصور بعت امر طباعه بيروحوا يقعدوا جوه حاجه اسمها سبول فولدر موجوده على البرنت سيرفر. وتبدا حاجه اسمها سبولر سيرفيس تاخد امر امر تبعته للبرنت ديفايس عشان يطلعه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ معايا؟ يعني انا عندي اوامر طباعه كتير قوي اليوزرز بعتنا، الاوامر دي هتقعد فين؟ هتروح للبرنت سيرفر دايركت ماشي، تقعد في السبول فولدر عنده، وتيجي السبولر سيرفيس. السبولر سيرفيس دي موجوده ايه؟ موجوده على السيرفر. تبص جوه السبول فولدر وتاخد امر امر تبعته لمين؟ تبعته للبرنت ديفايس علشان ايه؟ علشان يطلعه. ازيك يا باشا؟ طب انت جبت الكرسي ده ليه؟ ماشي؟ مفهوم الكلام؟ ايه هي السبول فولدر؟ اللي بتقعد فيها اوامر الطباعة. طب ايه هي السبولر سيرفيس؟ واغلب مشاكل البرينترز بتتلخص في السبولر سيرفيس. السيرفيس دي لو وقع مش تعرف تطبع. تطبع ازاي؟ امال مين اللي هياخد الامر ان الكيو يبعته للبرنت ديفايس؟ ماشي. فدي مهمه جدا تاخد بالك منها ماشي كده. طيب تعالى بقى نبدا نشوف مع بعض ازاي نعمل برنت سيرفر. في فرق ما بين انك هتعمل برنت سيرفر وما بينك انك انت هتنزل عند الكلاينت تخليهم يكونكتوا على الدرايفر بتاع البرنت ديفايس ده عشان يطبعوا. فاحنا دلوقتي بناخد ايه؟ هاو تو انستول برينتر على برنت سيرفر. البرينتر ده هوت ربما يكون البرنت ديفايس الخاص بيه اتاتش دايركت في البرنت سيرفر، او ربما يكون ده نتورك برنت ديفايس. نتورك برنت ديفايس يعني ايه؟ يعني برنت ديفايس عليه كارت نتورك واخد اي بي زيه زي اي جهاز، حتى بيسموه هوست زيه زي اي جهاز. معايا كده؟ فاحنا هناخد الشكلين. الشكل الاول هنتخيل ان البرنت ديفايس اتاتشد بالمكنه دي. الكونكتور بتاع البرنت ديفايس تمام بيركب عندي على حتتين، يا اما يركب على ال بي تي. عارفين ال بي تي اللي ورا في المذر بورد دوت اللي هو بيبقى 25 بالنايه اللي هي ما تبقاش زرقاء، بيبقى لونها فحلوقي شويه كده ماشي تمام. يا اما بيركب على اليو اس بي، يا اما ده يا اما ده ماشي. فهاجي انا دلوقتي افتح برينترز اند فاكسز وابدا اقول له انا عايز انستول برينتر جديد. طبعا اتاكد الاول ان انا ايه عامل اتاتش لمين؟ للبرنت ديفايس على الجهاز بتاعي. هقول له نيكست، هو بيبدا يسالك بيقول لك ده لوكال برينتر اتاتش تو ذيس كمبيوتر. اه فالاوبشن اللي تحتيه تحب انا ديتكت؟ لا انا مش عايزك انت ديتكت لان انا مش مركب حاجه، يعني عشان ايه ما يهنكش دلوقتي مننا. لما طبعا لو انت مركبه قول له اه ماشي ديتكتو ماشي، واروح قايل له نيكست. يقول لي طب خلاص انت قلت لي ما تعملش انت ديتكشن ليه، قول لي هو راكب فين. هقول له مثلا راكب على ال بي تي 1. خلي بالك لو فتحت القائمه دي مش هتلاقي اليو اس بي ظاهر، انما لو كان البرنت ديفايس ده راكب على اليو اس بي هتلاقيها موجوده دلوقتي، هتلاقيها ظهرت. معايا كده ماشي. طيب هقول له ايه؟ ها يوز ذا فولوينج بورت، هو راكب عندي على ال بي تي 1، واروح قايل له نيكست. اهو شكل الكونكتور حتى بتاع البرنت ديفايس ماشي. اروح قايل له نيكست. جاب لي بقى الناس اللي موجوده عنده اوريدي في الاتش سي ال صح؟ لا انا والله انا هاف ا ديسك، انا محتاج ان انا اعرفه بقى ماشي. ممكن اقول له ويندوز ابديت فيروح يعرف هو ابديت ملفات الويندوز ويعرف درايفرات جديده يضيفها في الاتش سي ال، فربما ينزل من ضمنها التعريف بتاع البرينتر ده صح؟ لا انا اقول له هاف ا ديسك. انا تخيل ان انا قلت له هاف ا ديسك وشاورت له على الباص ده مثلا يعني ماشي، واروح قايل له نيكست. او هتلاقي انا ما كنت معرف واحد هنا فاقول له مثلا ريبليس
طبعا دي ما تطلعلكش لو انت اول مره بتعرفه. ماشي، اقول له نكست. البرنتر نيم ايه؟ اسميه كذا. انت عايز تشيره؟ طبعا عايز اشيره، ما انا بعمل برنت سيرفر ليه؟ عشان الناس تطبع من خلاله. لو انا قلت له دونت شير ذيس برنتر، ما حدش هيشوفه على النتورك، صح؟ اقول له شير نيم، ممكن تسميه كذا، ممكن مثلا هسميه مثلا اتش ار، علشان البرنتر ده هيخص الناس بتوع الاتش ار بس. معايا كده؟ واروح قايل له نكست، بس بلاش اتش ار، لان في فولدر اسمه اتش ار متشاير عندي على المكنه دي، فما ينفعش فولدرين او حاجتين عامه سواء فولدر او برنتر يبقى ليهم ذا سيم شير نيم، ما ينفعش. فانا اقول له مثلا اتش ار برنتر نكست. قول لي اللوكيشن بتاعه ايه. اللوكيشن ده مهم جدا 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 جدا، انا هسيبها فاضيه دلوقتي. ماشي، اللوكيشن دي معناها هو موجود فين بالظبط. انا عندي الشركه بتاعتي 6 ادوار، البرنتر ده موجود فين بالظبط، وهتعرف اهميه اللوكيشن حالا. انا هسيبها فاضيه. يعني هتبقى على الرقم 2 يعني كده، يعني انا عايز البرنتر كده مش محطوط على يعني متوسط السيرفر. الناس اللي يعني لازم يكون عارف الباث، لازم يكون عارف ان البرنتر ده متعرف على السيرفر اللي اسمه دي سي. معايا كده؟ هروح له نكست. عايز تطبع تيست بيج؟ لا، فينيش. هيبدا يعرفه لك. معايا كده؟ عرفه وشيره، صح؟ انا كده عملت ايه؟ عملت برنتر شير. انا كده عرفت الدرايفر نفسه، ماشي؟ طيب تعال نرايت كليك. انا كل ده ما زلت على البرنت سيرفر، صح؟ لسه ما جيتش ناحيه الكلاينت خالص، الكلاينت بالنسبه لي اكس بي، صح؟ هروح جايب البروبرتس بتاعته كده. اول حاجه هعملها هخش في حاجه اسمها شيرنج. معايا كده؟ احنا طبيعي ان احنا عملنا ايه؟ عملنا شيرنج للبرنتر ده، صح كده؟ وادي الشير نيم بتاعه، صح؟ شايفين ليست ان ذا دايركتري؟ عارف دي معناها ايه؟ ليست ان ذا دايركتري معناها هضيف معلومه عن هذا البرنتر جوه الاكتف دايركتري. مش الاكتف دايركتري ده عباره عن ايه الاكتف دايركتري؟ لو رحت انترفيو سالوك يعني ايه اكتف دايركتري هتقول لهم ايه؟ داتابيز. عباره عن داتابيز بتحتوي على انفورميشن اباوت اول ذا ريسورسز ان ماي نتورك. اي معلومه عايز اعرفها عن اي ريسورس في النتورك اسال الدليل بتاعك اللي هو الاكتف دايركتري. معايا كده؟ في فرق ما بين الداتا وما بين الانفورميشن. الانفورميشن دي اللي هتوصلك للداتا، صح؟ يعني انا ممكن اسال الاكتف دايركتري على برينتر موجود في فرع الشركه اللي في اكتوبر في الدور الثاني في اوضه السيرفيس بروفايدرز مكتب المدير مثلا. اوضه السيرفيس بروفايدر عندنا في اكتوبر عباره عن ايه؟ مكتب كده صغير بتاع المدير، وبره كده الناس التانيين اللي هم التيم بتاعه. فاتصل بيا في التليفون قال لي اطبع لي ريبورت مهم جدا. اطبع ريبورت مهم جدا للراجل بتاع اكتوبر. طب اعمل ايه؟ ابعت له ميل؟ لا مش هينفع ابعت له ميل. طب اطبعه عندي واروح اسافر اكتوبر اديله الريبورت ده؟ لا، مش في كونكتيفيتي ما بينك وما بين اكتوبر، مش انتوا شاريين لينك يعني؟ معنى ذلك انت ممكن تطبع على برينتر موجود هناك، صح ولا غلط؟ طب هعرف منين البرينتر اللي موجود هناك؟ اكتف دايركتور. هسال اكتف دايركتور اقول له ايه؟ هات لي البرنترز اللي موجوده في فرع اكتوبر. حلو كده؟ علشان كده اللوكيشن بقول لك مهم جدا جدا جدا، لسه هنشوفه مع بعض.
ده مش كده وبس، ده هيجيب لك مثلا 50 برينترز موجوده في فرع اكتوبر، هتقول له هات لي البرينتر اللي موجود في اوضه السيرفيس بروفايدرز، هيجيب لك 3 4، هات لي البرينتر اللي موجود في اوضه المدير بتاع السيرفيس بروفايدرز، كونكت عليه وتطبع. نظام كويري بقى، انا هوريك زي كويري كده ماشي حلو كده. فانا دلوقتي انا مسميه اتش ار ليست ان ذا دايركتوري، دي معناها اضف معلومه عن هذا البرينتر جوه الاكتيف دايركتوري ماشي. طيب لا هينفع تحصل على البرينتر، بس هقول لك هتعمل ايه بالظبط. اجي هنا بقى في الكلاينت، فين الكلاينت اللي هو الاتش ار تامر ده، ده بقى راجل عايز يعرف البرينتر بتاعه ماشي، قدامه حلين زي ما منصور بيقول اعمل ايه، افتح ماي نتورك بليسز يعمل حاجة صح كده ماشي. سيبك انت من اتش ار ده، ده الفولدر اللي انت فاتحه من شويه، افتح ماي نتورك بليسز قول له انتاير نتورك ماشي، مايكروسوفت ويندوز نتورك، الدومين بتاعنا اللي اسمه اي بي سي، هتلاقي هنا 1000 مكنه حلو كده، اقعد ادخل جوه كل مكنه دور بقى ها البرينتر اللي انت طالبه ده هو او اللي انت عايز تكونكت عليه متشاير على اني واحده فيهم. دي طريقه مش طريقه ممكن اوصل بيها صح صح كده صح. انت دلوقتي لما جيت تاخد كورس معايا مش انت كان ممكن تدخل في كل شقه في كل عماره في مصر الجديده تدور على انستراكتور يديك الكورس لحد ما توصل لي؟ اكيد هتوصل لي، انما انت عملت اخدت معلومه من واحد ان في واحد في الحته الفلانيه بيدي كورسات فوصلت لي دايركت صح صح. ففي فرق ما بين الايه الداتا نفسها او الريسورس نفسه انفورميشن اللي هتوصلك للريسورس. انا ممكن اوصل بالطريقه دي صح، قالك لا طب انا ممكن اسال واحد هو اللي يدلني الواحد دهوت مين الاكتيف دايركتوري. انا ممكن بمنتهى البساطه اروح جاي فاتح هنا اقول له ايه، اخش هنا في الكنترول بانل برينترز اند فاكسز او هتلاقيها موجوده هنا واقول له انا عايز اد برينتر عندي معايا نيكست. هو لوكال؟ لا مش لوكال، امال ايه؟ ده نتورك برينتر او برينتر اتاتشد على انذر كمبيوتر معايا نيكست. في ثلاث اختيارات، الاختيار الاول اسهلهم دور في الاكتيف دايركتوري find a printer in the directory شايف، واروح قايل له next هيروح جاي فاتح لي صفحه الايه الاكتيف دايركتوري. هقول له ايه؟ هقول له انا عايز اي برينتر يخص الاتش ار find now find now printer في الدومين اللي اسمه ABC معايا كده اتش ار برينتر find now. ما احنا كنا مسمينه ايه؟ لا طب انا ممكن اقول له فايند ناو هو يجيب لي ال لا لا دي مالهاش علاقه، دي قصه ثانيه خالص. ماشي خلاص. طيب بص انا عملت ايه هنا، قلت له اتش هو انا سميناه ايه يا جماعه؟ بس استنى بس نشوف عشان ما نتلخبطش. بس اتش ار انا سميناه ايه؟ بي سي هنا هو ده هو ده شعر يا جماعه طلع الموضوع بتاع الشيرنيم ولا غير ده اتش ار اتش الشيرنيم بتاعها الراجل بيظهر كده لو انا عملت بيظهر في البيس بيظهر اتش ار لو انا جيت عرفتها من جوه النتورك ما هو التستين ما حدش عشان اخطاء اصلا في كل سنه بعديه
ثواني كده بس. اتش ار هناك بريد اتش ار كنت اتش ار بصوا نعمل حركه ظريفه قوي. اجي هنا على المكنه دي فين بريزنت اكسس احدد اللوكيشن بتاعها اتش ار بريد سير بصوا يا جماعه انا هاد برينتر تاني نيكست لوكال بس هخليه حاجه تانيه مختلفه ماشي اي تي برينتر فلور راح فين راح فين اي تي روم ماشي انا كده بقى عندي اتنين برينتر واحد اللوكيشن بتاعه ماشي احنا كلنا الشركه بتاعتنا موجوده في السراج مول مثلا ده في الدور الثالث في الاتش ار روم معايا وده في الدور الرابع في الاي تي روم معايا كده الراجل اللي اسمه تامر عصام دهوت عايز يكونكت على البرينتر اللي يخصه هو معايا كده ماشي فعمل ايه settings printers and faxes وبدا يقول له add a printer next network printer find the printer in the directory معايا كده وقول له find now في السراج مول كله فقال لك في اتنين معايا كده في واحد موجود في الدور الرابع في الاي تي روم واحد موجود في الدور الثالث في الاتش ار روم بالنسبة لتامر عصام اني انساب له؟ ها؟ هل هيطبع على البرنتر اللي موجود في الاي تي روم؟ هيطبع على البرنتر اللي في الاوضه بتاعته. فرايت كليك عليه كده ويقول له ايه؟ كونكت. او دبل كليك عليه. ماشي؟ لو معلهاش باسورد. ما احنا في دومين بقى ما فيش باسورد. ماشي؟ فهتبص تلاقي حضرتك هنا ايه؟ ها؟ نزل عندك اهو. طب هو اي واحد معايا كده؟ دي معناها ايه؟ ده بدل ما سطب انا البرنتر عندي على المكنه بتاعتي. اهو اوريدي متسطب على البرنت سيرفر، انا جاست ان انا عملت كونكت. كونكت دي معناها ايه؟ خدت درايفر عندي انا كمان. اي واحد اي يوزر ممكن يقاد اي برنتر؟ ده الديفولت، معايا كده؟ ماشي؟ طب هل كان في طريقه اخرى؟ في طريقه اخرى. دلت بقى دي، دلت ده. في طريقه اخرى انك انت تكون عارف الباث نفسه، يعني ايه؟ يعني اروح جاي اقول له مثلا باك سلاش دي سي وانا عارف المكنه بتاعت الاتش ار ادبل كليك عليها او رايت كليك عليها اقول له كونكت ده كده انا مش محتاج اسال اكتف دايركتري ماشي وفي طريقه اخرى ايه ان انا اجي اقول له ايه اجي اقول له برنترز اند فاكسز اد ا برنتر next network printer next واقول له connect to this printer backslash backslash dc backslash هيروح فاتح لك الاثنين اللي عليه اختار الايه اللي انا عايزه واروح قايل له finish فكل ده اليوزر ممكن يعمله اني اسهل واحده فيهم اي واحده في الترابل اسهل واحده فيهم اللي هو يسال اكتف دايركتري صح طب افرض بقى ده كده افرض ان هو ما كانش لسه اكتف دايركتري
طبعا هو باي ديفولت هو ليستد، انا مع يعني التشيك بوكس ده محطوط عليه باي ديفولت. يعني لما اجي هنا دلوقتي في printers and faxes، ها شايف هنا اتش بي ده، لما اجيب البروبرتيز بتاعته هتلاقي ايه؟ ها لا في الجنرال شيرنج هتلاقي ان هو ليست ان ذا دايركتري، صح؟ طيب تعالى نشيل التشيك بوكس ده، ماشي. فتعال نروح نقعد على المكنه دي نقول انا عايز اد برينتر، نكست نتورك برينتر، نكست فايند ان ذا دايركتري، هات لي كل الناس او كل البرينترز اللي موجوده في السراج مول، طلع واحد بس اللي هو بتاع الاي تي، ما حددتش الدايركشن بتاعه مع انه علشان انا مش حاطط معلومه في الاكتف دايركتري عليه، ماشي. وانت لما مثلا واحد يعلم مثلا عن كورسات في الجورنال مثلا، ماشي، وانت بتاخد المعلومه من الجورنال وبعد كده بتروح تاخد الكورس هناك، صح كده؟ لو هو مش حاطط معلومه عن نفسه في الجورنال هتعرف توصل له؟ ما هو ده الدايركتري بتاعك، هو ده الجورنال بتاعك. هل الاكتف دايركتري مسؤول عن اوامر الطباعه؟ جاست بيديك انفورميشن انت بعد كده تكونكت على البرينتر وتعيش معاه حياتك، فالاكتف دايركتري جاست ان هو بيديك انفورميشن فقط لا غير. دي بيسموها publishing printers in active directory، معايا كده؟ صعب الكلام؟ publishing printer in active directory، ماشي؟ طيب نستريس على الحته بتاعت البابليشنج بتاعت الاكتف دايركتوري دي. فاكرين هنا في الموديول اللي فات لما كنت بقول لك الشيرنج ومش الشيرنج والحوارات دي؟ يعني كنا بنضعف هنا مثلا على فولدر، وده بقى الفايل اند برنت شيرنج، صح كده؟ هو ده اللي اسمه اتش ار وكنا بنشيره، صح كده؟ صح؟ طيب افرض انك انت عايز توصل للاتش ار فولدر وانت ما تعرفش هو موجود على انهي سيرفر، او ما تعرفش هو موجود على انهي جهاز، ما تعرفش هو متشير فين، هتوصل له ازاي؟ مش ممكن تسال برضه الاكتف دايركتري؟ صح؟ يعني انا كيوزر هنا تامر عصام، انا عندي اكتف دايركتري مثلا، عندي الكونسول بتاعي نازل هنا في الادمنستريتف تولز كنترول بانل ادمنستريتف تولز اكتف دايركتري يوزرز اند كمبيوترز، بص لو وقفت على الدومين كده وقلت له فايند ايه؟ شيرد فولدرز، وقلت له فايند ناو، مش هيطلع لي حاجه. ليه؟ الديفولت بتاع البرنترز ان هم ليستد ان ذا دايركتري، صح؟ الديفولت بتاع الفولدرز اللي هي متشيره انها مش ليستد في الدايركتري. طب علشان اخليها ليستد بعمل ايه؟ ها بعد ما اشير الفولدر نفسه على المكنه نفسها اللي انا مشير عليها الفولدر، افتح الكمبيوتر مانجمنت بتاعتها، شيرد فولدرز شيرز، ده جاب لي الحاجات المتشيره على المكنه دي خدناها المره اللي فاتت، صح؟ هقف على فولدر انا عايز ليسته في الدايركتري واجيب البروبرتيز بتاعته، هلاقي في حاجه اسمها بابليش، شايفها؟ اقول له بابليش ذيس شير ان ذا اكتف دايركتري، معايا كده؟ واقول له الناس ممكن توصل له بحرف اتش، يبقى الناس ايه ممكن تقول هات لي اتش فتظهر لهم اتش ار، معايا كده؟ دي حاجه كده عشان اسهل على الناس يعني. وراح قايل له اوكي ممكن تظبط البرميشن من هنا تاني، ممكن تظبط السكيورتي من هنا تاني، ممكن في جنرال هنا تقول له الماكسيمم ليميت بتاع اليوزرز، ممكن تظبط الكاشنج من هنا، في اكتر من طريقه توصل بيها للحاجه يعني، ماشي؟ وراح قايل له اوكي. انا كده ببلشته في الاكتف دايركتوري، صح؟ الراجل اللي قاعد هناك بقى دلوقتي لما يجي يقول له ايه؟ فرجني على الشيرد فولدرز اللي موجوده عندك فايند ناو، قال لك والله ده في فولدر اسمه اتش ار، هل انا محتاج اعرف الفولدر ده متشار على انهي مكنه؟ انا رايت كليك عليه كده اقول له ايه؟ اوبن، وخلصنا على كده. يبقى كده انا هوصل له من غير ما احتاج ان انا اعرف الباث بتاعه، صح؟ صح؟ طيب هل في طريقه ثانيه؟ اه يعني ممكن تو فايند كده مثلا
وتقول له مثلا شيرد فولدرز اللي الكي وورد بتاعها اتش عشان قايله شورت كات لي فايند جاب لك اتش اهو ماشي. فعشان كده احنا بنقول ايه الاكتف دايركت ديسنترلايزد ادمنستريشن يا جماعه وهو الدايركتوري بتاع الناس يقدر يوصل من خلال اي ريسورس. عايز الايميل بتاع واحد انا عايز الايميل بتاع اي واحد هعمل ايه؟ انا عايز ابعت ميل مثلا لواحد اسمه احمد سرحان هعمل ايه؟ من على مكانتي هنا هقول له ايه؟ ها فايند بيبل فين في الاكتف دايركتوري اسمه ايه؟ اسمه احمد مثلا فايند ناو هيجيب لي كل الناس اللي اسمهم احمد سرحان صح كده؟ صح كده؟ هلاقي بقى الايميل ادرس بتاعه هلاقي التليفون بتاعه هلاقي مش عارف ايه كل الكلام ده انا جبته منين؟ إيه؟ كل اكتف دايركتوري عباره عن داتابيس بتحتوي على انفورميشن عن الريسورسز بتاعتك اللي موجوده في النت. شايفين اهميه الاكتف دايركتوري ايه؟ ماشي. تعالى بقى نرجع تاني الموضوع على موضوع البرينترز. ان انا دلوقتي قلت له انت ليستد فين في الاكتف دايركتوري علشان الناس تقدر تكونكت عليك بسهوله بدل ما يحتاجوا ان هم يكونوا عارفين الباث ليست ان ذا دايركتوري. ماشي. مين اللي هيفهم الدرايفر ده يا جماعه؟ درايفر الويندوز اني ويندوز 2003 او اكس بي بس مش التعريف ده هو بتاع 2003 او اكس بي صح في حاجه ثانيه ممكن جدا يكون المكنه بتاعت اتش ار داش تامر دي 98 صح. فلما يجي يكونكت على البرينتر هيقول له ايه؟ يقول والله الدرايفر ده هو ده مش بتاعك دخل لي الايه؟ دخل لي الديسك المناسب ليك معايا كده؟ ماشي؟ فلو انا يعني لا ما كونكت دي معناها ايه؟ انا هستخدم هذا الدرايفر ازاي كاوبريتنج سيستم 98 يستخدم درايفر بتاع اكس بي ينفع؟ ما ينفعش صح؟ عامل حاجه ظريفه قوي بقى جاي هنا على المكنه اللي اسمها دي سي وانا بعرف البرينتر اقول له والله انا عايز اسطب لك اديشنال درايفرز انت كمان حاجات تخص 98 وميلينيوم ليه؟ فبيقول لك هنا if this printer is shared with user running different versions of windows عندهم different versions of windows 98 وميلينيوم وبتاع مش عارف you may want to install additional drivers so that the user don't have to find the printer driver when they connect to the shared printer معايا كده؟ قال له اديشنال درايفر وعرف له مثلا بتاع 95 98 ميلينيوم بتاع ال 2000 بتاع ال انتي 4 ده كده واروح قايل له كيف هيطلب مني الاسطوانه اروح مديها له. فاصبح الدرايفر بتاعي ده عباره عن ايه بقى؟ ده الاسطوانه بتاع التعريف بتاع 98 بتاع البرنتر مش بتاع ال 2003 ماشي. ممكن تلاقيه على اسطوانه ال 2003 على فكره ساعات يعني ماشي. فكده انت ايه اي يوزر بقى بصرف النظر الاوبريتنج سيستم بتاعه يقدر يكونكت على البرنتر ده صح كده؟ صح؟ طيب ده في الزرار اللي اسمه شيرنج خلاص الناس هتكونكت. طيب الناس بقى هتطبع ولا مش هتطبع ولا؟ بص لو عملت رايت كليك كده جبت البروبرتيز هتلاقي في حاجه اسمها شيرنج وهتلاقي فوقيها على طول حاجه اسمها سكيورتي. السكيورتي دي معناها ايه؟ البرميشنز اللي هديها للناس على هذا البرنتر. هتلاقي ان باي ديفولت كل الناس اللي هو ايفري وان واخد برميشن اسمه برنت. برنت دي معناها يطبع صح؟ صح كده؟ هتلاقي في حاجه اسمها مانج دوكيومنتس زي مانج الدوكيومنتس نفسها قبل ما تطبع. هلاقي في حاجه اسمها مانج برنترز ده يعمل كل حاجه في الدرايفر. طب تعالى نشوف الديفولت بتاع الناس اللي هو بما فيهم تامر عصام ان هو يبرنت صح؟ يعني تامر عصام يقدر ان هو يكونكت على هذا البرنتر صح؟ اجي هنا اتش ار كونكت فكده عرفه صح كده؟ صح كده؟ بص لو جاب البروبرتيز بتاعته شايفين في شيرنج
شايفينها ديمت ازاي؟ شايفين في سكيورتي؟ شايفينها ديمت ازاي؟ شايفين؟ شايفين الدنيا ديمت ازاي يا جماعة؟ دي معناها ايه؟ انت ليك برميشن انك تطبع باستخدام هذا الدرايفر، انما مالكش برميشن انك تمانج هذا الدرايفر، صح كده؟ يبقى لو انا عايز تامر عصام يمانج الدرايفر ده كمان، يبقى لازم اديله ايه؟ مانج برينترز. ماشي؟ لو تامر عصام ده برينتر متوصل بجهاز هو، لا وهو اللي معرفه؟ لا مش هو اللي معرفه. امال ايه؟ لا مش شرط برضه، هو يوزر مش شرط. لا يبقى خلاص مش هيقدر برضه، على حسب البرميشن اللي مديهولك الادمنستريتور. لا لا معايا كده؟ يبقى اذا في فرق ما بين الايه؟ ها؟ برنت والمانجمنت. برنت ومانج برنت. كل الناس من حقها انها ايه؟ تمام. طيب ممكن اعمل ايه؟ حاجه ظريفه قوي. في امر هنا عايز اقول لك، مانج البرنت ايه؟ مانج البرنت ازاي؟ ايه طريقه المانج عليه؟ انك انت تخليه الليستنجز دايركتوري، مش دي مانجمنت؟ انك انت تدي برميشن عليه لحد دلوقتي، انك انت تحط له لوكيشن، مش كل ده انت بتعمله مانجنج؟ ما يقدرش يعمل الكلام ده، مش كان الاوبشنز كلها عنده ديمت؟ ماشي. بص هاجي هنا مثلا، سوري، على المكنه اللي اسمها دي سي، هاجي هنا على البرينتر ده اللي هو بتاع الاتش ار السكيورتي. ماشي، نشيل افري وان معايا كده. فكده اذا تامر عصام مش موجود هنا، صح؟ فما دام اليوزر مش موجود هنا، يبقى انا صراحه كده مديله ديناي، صح؟ يا اما تختار اليوزر وتديله ديناي، يا اما ما تادهوش في الليسته دي فهو هيبقى ديناي معايا. فلما يجي بقى تامر عصام دلوقتي يقول له اد برينتر، او يقول له مثلا انا عايز اكونكت على البرينتر ده اللي اسمه اتش ار برينتر كونكت، شفت ايه اللي حصل؟ انت مالكش برميشن يا ابني، اكتب لي يوزر نيم وباسورد بتاع واحد واخد برميشن ان هو يطبع، صح كده؟ صح كده؟ علشان انا مش هعمل له ادنج، صح؟ طب لو انا عملت له ادنج واديته ديناي، ركز معايا عشان الحته دي مهمه. لو جيت هنا سكيورتي ادنج، رحت قايل له يا تامر انت دينايت معايا كده؟ ماي اوكي، بص لا لا لسه ما حسش بيها. لسه ما حسش بيها. لوج اوف. انا مديله ديناي. ها بالكم السينكرونايزيشن اللي حصل، انت خارج الفرق ما بين الاولانيه والثانيه. الاولانيه ممكن اقرا معاه باسورد. الاولانيه انا ما عملتش ايه؟ ها انا ما حطيتوش هنا في القائمه خالص، فلما جيت اكونكت على البرينتر ده قال لي لا انت ما اسمك مش موجود عندنا. والله لو اديتنا اسم واحد موجود في الاكسس كنترول ليست دي هندخلك، انما الثانيه انا ضفت اسمه واديته ديناي، فما فيش كلام يجي كونكت، لا انت مش من حقك. واضح الفرق ولا مش واضح؟ ماشي؟ صعب الكلام؟ طيب لو المكنه هي على الجهاز بتاعي، لو المكنه على الجهاز بتاعي هل ممكن حد يتحكم فيها؟ انت ادمنستريتور؟ ما هو خلي بالك من حاجه،
مش شرط يا جماعه البرنت سيرفر يبقى سيرفر، انا ممكن الدرايفر دوت اعرفه على مكان اكس بي صح. بس هو ليه بيسموه برنت سيرفر؟ مش علشان عليه اوبريتنج سيستم سيرفر، علشان بتقدر تمانج من عليه هذا البرنت. سبحان الله. حط فين يا عم؟ ايه مصدع ولا ايه؟ طب اجيب لك مسكن واعمل لك شاي؟ طب ما تروح تصلحها يا عم. ماشي معايا؟ صعب الكلام كده؟ في مشكلة؟ في مشكلة؟ في مشكلة؟ طيب تعال نرجع تاني للسيرفر لو دي سي. احنا اوريدي على السيرفر. هتلاقي في حاجه هنا اسمها ادفانسد، زرار اسمه ادفانسد شايفه. في ادفانسد هتلاقي في حاجه اسمها افيلابيليتي. محمود خليهم يعملوا لي شاي. الله يكرمك. حد يشرب شاي رجاله؟ تشرب شاي يا شريف؟ شاي شاي ماشي. وشاي محمود وشاي لشريف. حد تاني يشرب شاي؟ كوبايه فاضيه؟ اه محمود. في حاجه اسمها افيلابيليتي. ايه الافيلابيليتي دي بقى؟ مش معايا الحته دي مهمه جدا. افيلابيليتي يعني الناس تطبع. احنا قلنا باي ديفولت كل الناس من حقها انها تطبع. ايوه صح صح كده. طيب الناس هتطبع امتى؟ هتلاقي على البرينتر ده هوت ان هو اولويز افيلابل زي ما انت شايف. يو كان انك انت تخليه افيلابل فروم كذا تو كذا صح. بس في حاجه بقى انا عايز اقول عليها. افرض ان انا عايز احدد افيلابيليتي مختلفه على مستوى الناس. يعني عايز الجماعه بتوع الاتش ار يبقى البرينتر ده افيلابل ليهم مثلا 8 ساعات من 9 ل 5. الجماعه بتوع الاي تي لا، البرينتر دوت يبقى افيلابل ليهم طول الوقت. احددها ازاي دي؟ اعملها ازاي؟ محمود ممكن كوبايه فاضيه عشان الميه؟ ها؟ ايه؟ ايه جروب بوليسي دي؟ احنا خدنا حاجه اسمها جروب بوليسي؟ احنا خدنا حاجه اسمها. امال بتفتي ليه؟ ما تقولش حاجه ما خدناهاش لو سمحت. ممكن؟ صاحب شريف؟ ايوه كده افتي براحتك بقى. ها؟ ها؟ مش فاهم. انا دلوقتي عايز احدد. انتوا فاهمين انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز الاتش ار يبقى ليهم اولويز افيلابل، او الاي تي مثلا الاتش ار يبقوا 8 ساعات بس، وهنا ما عنديش حته اختار منها. شايفين؟ شايفين؟ بص بقى دي بتتعمل ازاي. بص يا سيدي، هل ينفع اعرف البرينتر ده مره تانية؟ كارت النتورك بتاعك ده او الفاكس موديل ينفع تعرفه مرتين ثلاثة على ويندوز؟ اعرفه ياكش 20 مرة هديله حاجة عندك. فهو هو برنت ديفايس راكب عندي، هو جهاز واحد بس اعرفه مرة تانية. فيها مشكلة؟ بص اد لوكال، هو راكب على ال بي تي 1 صح؟ هو اتش بي 2000 سي. بيقول لك ده متعرف قبل كده. اريبليس؟ لا، خلي الاثنين موجودين معايا كده. طب البرينتر نيم ايه؟ هنخليه المره دي ايه بقى؟ اتش بي
2000 سي 2 مثلا، عايز يبقى هو الديفولت مش هتفرق معايا. عايز تشيره؟ اه عايز اشيره، بس باسم ايه؟ باسم اي تي. نيكست. اللوكيشن بتاعه فين؟ هو موجود في السراج مول مثلا، يعني في الحته الفلانيه معايا كده. ممكن تحدد اللوكيشن او ممكن ما تحددلوش. نيكست. عايز تطبع تيست بيج؟ لا. فينيش. فاذا اصبح عندي ايه؟ البرينتر دوت متعرف مرتين. شايف؟ هاجي هنا بروبرتس السكيورتي، ده بتاع تامر، ده بتاع الجماعه بتوع الاتش ار، صح؟ هديهم برنت عليه. هو يطلب لما احط الدناي واشيل الدناي واديه مش حاجه خالص. يعني ايه؟ يعني شيل الاعلان خالص. هيتاكد هو لما اعمل دناي مثلا ما ادلوش برميشن خالص؟ اه يعني لا مش ادلوش برميشن. اتشال اتشال معايا كده؟ هروح مديله ايه؟ برنت. حلو كده؟ معايا كده؟ واروح جاي هنا ده التاني، صح؟ في السكيورتي اشيل ايفري وان برضو واد مين؟ واد الناس بتوع الاي تي واديهم برنت. ومش هقاد الناس بتوع الاتش ار معايا كده؟ حلو كده؟ وراح جاي هنا ده على ده على ده حلو هنا في الادفانسد ده بتاع الاتش ار. اقول له انت افيلابل من 9 لحد 5 ابلاي اوكي. والتاني ده هوت معايا كده في الادفانسد انت اولويز افيلابل وراح قايل له اوكي. حلو كده؟ ماشي؟ هو برينتر واحد بس، هو ديفايس واحد بس، صح كده؟ ده لو الشركه عندنا يعني عندها ديفايس واحد بس وكل الاضراب بتطبع عليه مثلا يعني، ماشي؟ هروح جاي هنا بقى الراجل اللي اسمه تامر عصام ده. تامر عصام المفترض دلوقتي دي سي شاف والله في برينتر اسمه اي تي وبرينتر اسمه اتش ار، طبيعي ان هو يطبع على مين؟ بتاع الاتش ار. فيراك كليك كده واقول له كونكت، صح؟ فعمل كونكت عليه، صح؟ لما يروح تامر عصام بقى يفتح هنا البرينترز اند فاكسز يدبل كليك عليه ده ويجي في الادفانسد هيلاقي انها افيلابل لي من 9 ل 5 وما يقدرش يغيرها لانه مش واخد مانج برينترز. شفت الفرق ما بين برنت ومانج برنت، صح كده؟ طيب لا طب انا عايز اطبع بعد الساعه 5. طب لما اشوف بتاع الاي تي ده لما اجي اقول له كونكت كده هيقول لي انت مين، صح كده؟ طيب الراجل اللي اسمه احمد سرحان ده هوت قاعد على مكانته. احمد سرحان ده ايه؟ ده اي تي، صح كده؟ بتاعته. طب ايه سرحان؟ اديله الباسورد بتاعته. ده بقى واحد من الاي تي بقى قاعد على مكانته. هيبدا يكونكت على البرنت سيرفر. هيلاقي الاي تي هيقول له كونكت، طبعا من حقه ان هو يكونكت عليه لانه واخد بيرميشن، صح؟ بعد كده هيفتح برينترز اند فاكسز.
ماشي. لو جاب البروبرتيز بتاعته ادفانسد اولويز افيلبل، يبقى اذا لو عايز تحدد ديفرنت افيلابيلتيز يبقى لازم لكل جروب او لكل يوزر هتعمل له ايه درايفر خاص بيه. طبعا ما بلاش لكل يوزر لسه، احنا ما اتكلمناش في الجروبس لسه، فعشان كده ما بديش امثله عليها. طبيعي بقى ان في جروب اسمها اي تي، وجروب اسمها سيلز، وجروب اسمها ماركتنج. احنا عندنا في الدور الثاني في الشركه عندنا برينتر زيروكس كبير قوي، اللي هو تحط له مثلا كتاب 700,000 صفحه ده دي في 4 دقايق يكون طبعه لك ماشي برينتر. ماشي البرينتر ده هو المفترض ان كل الاطارات ليها برميشن عليه، بس مش كل الناس المفترض يبقى ليها افيلابيليتي زي بعض صح. فانا عامل ايه؟ ها انا عندي 10 جروبس مثلا، معرف البرينتر ده على البرينت سيرفر 10 مرات، مره للسيلز ومره للاي تي ومره للاوبريشنز ومره مش، وعلى كل درايفر حاطط افيلابيليتي مختلفه. كلهم بيخشوا على البرينت سيرفر هما شايفين، يعني انت تخش هنا على البرينت سيرفر شايف حاجه اسمها اي تي وحاجه اسمها اتش ار وحاجه اسمها اوبريشنز وحاجه اسمها مش عارف ماركتنج وحاجه اسمها مش عارف سيلز معايا. هو برينتر واحد بس، هو ديفايس واحد بس، انما تعريفات كتير، كل واحد ملوش بيرميشن غير انه يكونكت على التعريف الخاص بيه هو اللي واخد عليه بيرميشن بس. وبالتالي ها الافيلابيليتي بتاعته هتبقى بيزد اون الايه؟ الافيلابيليتي اللي محطوط على هذا التعريف اللي انا عملت كونكت عليه بس. فاهمه ولا ماشي معايا؟ صعب الكلام؟ يبقى علشان تعمل افيلابيليتي يبقى لابد انك انت ايه؟ ها؟ تعرف درايفرات لنفس الديفايس. بس كل جروب ليه برميشن. ماشي تعالى نرجع تاني، انتوا تعبتوا ولا ايه؟ كلام خنيق ولا ايه؟ ماشي طيب هاجي هنا على البرينتر بتاعي دهوت. لو جبت البروبرتيز بتاعته ادفانسد هتلاقي في حاجه اسمها بريوريتي. شايفين البريوريتي دي؟ البريوريتي دي معناها ايه؟ اولويه. هي كل الاوامر بتروح تقعد فين؟ بتروح تقعد في السبول فولدر على البرنت سيرفر. ده موجود فين السبول فولدر ده؟ موجود تحت سيستم 32 اللي موجوده تحت الويندوز. طب وبعدين؟ وبعد كده السبولر سيرفيس بتاخد امر تبعته للبرنت ديفايس. ده السيكونس اللي بيتم صح؟ الديفولت ان كل الناس ليهم ذا سيم بريوريتي. يعني يعني المدير لو بعت امر طباعه معايا، واي واحد سكرتير او اي اوبريشن عادي خالص بعت امر طباعه تمام، الامرين واقفين في الكيو. الامر اللي بعت الاول هو اللي سبولر سيرفيس هتاخده تبعته البرنت ديفايس الاول صح كده معايا كده؟ قال لك لا والله احنا عايزين نعمل حاجه ظريفه قوي، احنا هنخلي السبولر سيرفيس دي ترتب الطابور باولويه، خلي الاوامر بتاعت المديرين تباي باس. باي باس يعني تعبر الطابور وتقف في الاول حتى لو هي مبعوته بعد السكرتيره معايا كده؟ حلو كده؟ بس شرطا ان الاول ما تكونش راحت للروم بتاعت البرنت ديفايس. احنا دلوقتي بنتكلم على مستوى الطابور، الاوامر كلها واقفه في الطابور. تيجي السبولر سيرفيس تبص عليهم، ده انا عندي 100 امر هبعته للبرنت ديفايس، لا هاتي ده الاول، ده بعد منه، ده مش عارف ايه، وتبدا تقسمهم بحيث ان الايه الناس اللي ليها بريوريتي عاليه هي اللي تطبع ورقها الاول معايا. انا عامل كده بقى، انا عامل على التعريف بتاعي انا كاي تي البريوريتي الاولى، بحيث ان الايه لو حد طبع معايا في نفس الوقت والامرين واقفين في السبولر فولدر السبولر سيرفيس تطلع امرنا الاول حتى لو كان في اخر الطابور وليس في اول الطابور معايا. طب ازاي اعملها وانا ما عنديش هنا غير خانه واحده اسمها بريوريتي؟ لو عايز اعمل ديفرنت بريوريتيز يبقى لازم اعمل ايه؟ ديفرنت درايفرز. خلاص بقى اللعبه اتهرشت صح. اعلى بريوريتي 99 ودي ليها الاولويه، واقل بريوريتي 1. يبقى انا ممكن كده اعمل كام بريوريتي؟ 99 بريوريتي صح كده؟ صح.
اجي لك مثال في الامتحان يقول لك المانجرز واليوزرز والمانجر بيشتكي ان اليوزرز بيطبعوا قبليه ومش عارف ايه الحل ايه. هتبقى اجابه السؤال ده هوت انك انت تعمل ايه بقى، انك انت تعرف درايفر تاني وتحدد بريوريتي على مستوى الدرايفر ده للمانجر وتدي بيرميشنز للمانجرز بس على هذا الدرايفر، وتعرف درايفر تاني لليوزر وتحدد بريوريتي اقل على مستوى اليوزر وتدي بيرميشنز لليوزرز بس على هذا الايه. ماشي، بس لازم تقيدها بالبيرميشنز. طب ما ممكن اليوزر يكونكت على البرينتر اللي له البريوريتي اعلى، فلازم تقيده بالبيرميشنز. صح ولا غلط معايا؟ فهاجي هنا مثلا اقول له انت 99 معايا، واجي مثلا على الدرايفر ده هوت اقول له انت كام، انت البريوريتي بتاعتك 55، يبقى مين اللي له البريوريتي الاعلى؟ 99 صح كده. فلما يجي اليوزر ده بقى اللي اسمه احمد ده مثلا ديليت ويرجع يريكونكت تاني، معايا كده؟ ها هتلاقي ايه؟ هتلاقي هنا في الادفانسد لسه ما سمعتش، هو على فكرة الويندوز ظريف قوي وشغل مايكروسوفت ظريف، عيبه الوحيد التحييس اللي بيحصل ده. يعني ده لو ستيبل بصراحة يعني ايه؟ مش حال طبعا. ده واخد 55 اللي هو 2، المفترض ان هو اللي هو 2 ده اللي هو متشير باسم ايه؟ متشير باسم اي تي، المفترض الراجل ده بقى مدلب ده نرجع نري كونكت تاني. ماشي اي تي هو مين اللي بيطلع عمر الطباعة يبعتها للبرنت ديفايس؟ مش الدرايفر بتاعك؟ الدرايفر بتاعك لما تبعت من خلاله عمر طباعة هياخد بريوريتي رقم 55، هيروح يقف في الطابور برقم 55. فلما تيجي السبولر سيرفيس تنظم الطابور، اللي قبل 55 هيقف وراك، اللي بعد 55 هيقف قدامك. مفهومة؟ اللي 55 بتاع الطابور. يعني كذا واحد 55 البعت الاول اللي هو البعت الاول بالظبط كده. ها معايا ولا صعب الكلام؟ صعب الكلام؟ تاخدوا 5 كده ولا لا؟ شغالين ماشي. دي قصه الافيلابيليتي وقصه البريوريتي. ماشي طيب. لو دخلت بورتس هنا بورتس هنا هتلاقي ان انت ممكن ركز معايا بقى الحته دي مهمه. هتلاقي انك انت ممكن تعمل حاجه اسمها برنت بولينج، دي مش مشروعه في الموقع بس مشروعه في التريننج كات، مهمه جدا جدا جدا. انا عندي ديفايس واحد برضه ماشي، الديفايس ده هو طلع عينه هلك ماشي، فعايز اجيب له ديفايس تاني بس مش عايز اكرر نفس المأساة، عايز اعمل ما بينهم حاجة اسمها لود بالانس. لود بالانس ازاي؟ ان الاثنين اتعامل معاهم على انهم سنجل يونت، انا هبعت للاثنين معايا كده؟ واحد هو اللي هيهندل امر الطباعة ده وبعدين يرجع يوقف في اخر الطابور،
فالريكوست اللي جاي هيتبعت الواقف في اول الطابور دلوقتي يهندل امر الطباع يرجع يوقف في اخر الطابور وهكذا يعملوا ما بينهم لود بالانس امر امر وليس ورقه ورقه. علشان اعمل القصه دي بعمل حاجه اسمها برنت بولينج. عشان اعمل برنت بولينج لابد ان انا يكون عندي التو ديفايسز دول ايدنتيكال زي بعض بالظبط واعرفهم مره واحده بتعريف واحد العكس خالص معايا كده ماشي. اروح جاي اقول له ايه مش انا عرفته مره واحده هنا دي واجي اقول له ايه والله خلي بالك ان الدرايفر ده كمان ها موجود منه واحد على ال بي 2 معايا كده. لقيته هنا عمل لي ايه قال لك ما ينفعش انك تسلكت غير بورت واحد. طب ايه الحل؟ قال لك انيبل برينتر بولينج. فوقتها هيفهم لوحده انك هتعمل لود بالانس وانك انت عندك اكتر من ديفايس فتعمل ايه ها فهيخليك تسلكت اكتر من بورت. يبقى هو تعريف واحد بس انما رامي على اتنين ديفايس وبيعمل ما بينهم لود بالانس. لازم الاتنين يكونوا طبعا في نفس الفيزيكال لوكيشن يعني ممكن من دلوقتي اعرف هتلاقيه ظاهر عندك وتقعد معايا كده. صعب الكلام؟ في مشكله؟ دي بيسموها برنت بولينج. طيب افرض ان انا البرنت ديفايس بتاعي بقى نتورك برينتر يعني برينتر واخد اي بي انا دلوقتي كل شغلي على ان البرنت ديفايس دوت اتاتشد بالبرنت سيرفر اف ان هو واخد اي بي وعايز اعرفه برضو على البرنت سيرفر والناس تكونكت عليه من خلال برنت سيرفر ماشي. هعرفه ازاي؟ هاجي هنا اقول له اد برينتر نيكست معايا كده. تفتكر نتورك برينتر ولا لوكال برينتر؟ لوكال برينتر. هو راكب فين؟ هو مش انا هعرفه على المكنه دي يبقى لوكال برينتر. هو راكب فين؟ هو مش راكب عندي ده راكب في النتورك يا جماعه ده نود في الشبكه ده نود في الشبكه ما هوش على ال بي تي 1 ولا ال بي تي 2 ولا اي اقول له كرييت ا نيو بورد. طب نوعه ايه البورد ده؟ تي سي بي اي بي بورد معايا كده. واروح قايل له نيكست طلع لي ايه شاشه كده يقول لي خلي بالك اتاكد يا عم ان الديفايس بتاعك تيرند اون ماشي وتاكد ان النتورك سليمه ما بينك وما بينه ذا نتورك از كونكتد اند كونفيجر. هروح قايل له نيكست واروح مدي له الاي بي ادرس بتاعه 192.168.1.10 صعبه واروح قايل له نيكست ومحدد له نوعه ايه نيكست واروح محدد له نوعه هنا عباره عن ايه بالظبط. طبعا بجاي معاه بقى الايه تبقى عارف هو نوعه ايه بالظبط نيكست الجايه فينش خلاص. فهتبص تلاقيه راح نازل هنا حلو كده كل الناس هتشوف اوفر ذا نتورك فكله رايح كليك كونكت 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 مثلا زيها بس باصور بكل برنت النتورك برنتر عامه بيبقى ليها تايب بيبقى مكتوب عليها فبتلاقيها هنا كاستم انت بتأديت فيها وبتعمل حاجات مش ماشي يعني حاجات انت مش هتستخدمها يعني. وهي البرنتر بتاخد الاي بي ايه؟ الاي بي عليها صوت عليها تي سي بي اي بي نازل وفي شاشه كده وزراير بتبدا تخش تي سي بي اي بي تقول له انا عايز ادي اي بي يقول لك اكتبه تكتبه كانك قاعد على لابتوب. انت بتكلم الاي بي بيتصل من البرنتر كل برنتر ماشي ان زي مثلا زي مكنات التصوير ماشي يعني ازاي طيب لا ما انت ممكن تعمل ريزرفيشن كاستم سيتنجز معايا ماشي صح بيبقى ليها ويب اكسس ساعات. صعب الكلام صعب الكلام ده لو انت عايز تعرف ايه نتورك برينتر
اهم حاجه ان ده السنترلايزد لوكيشن، ده البرنت سيرفر بتاعك، ده اللي هتمانج من عليه كل البرنترز. ماشي. طب افرض بقى ان انا عايز ادي احمد سرحان بيرميشن ان هو يمانج البرنتر بتاعه، سرحان ده اي تي صح؟ اروح جاي هنا اعمل ايه بقى؟ احمد سرحان بيكونكت على اني واحد فيهم على 2 سكيورتي هنا. احمد سرحان هقول له انت هتمانج برنترز وتمانج دوكيمنتس، اقول له ابلاي واقول له اوكي. مانج دوكيمنتس، الدوكيمنت نفسها اللي هتطبع يظبطها بقى. مش انت في حاجه اسمها لما بتيجي تطبع بيظهر عندك كده السبولر تحت كده والناس كلها اللي طبعا ممكن تارنج الدوكيمنتس دي، ممكن مش عارف ايه ستوب واحده ريستارت، فاهم؟ ريستارت. لو جيت هنا مثلا احمد سرحان، خد بالك ان الدنيا دمت عنده صح كده؟ تعالى نقفل دي كده نفتحها تاني. خدت بالكم؟ لانه واخد ايه؟ فهمت بقى الفرق ما بين برنت ومانج برنترز؟ شايف المكنه دي بقى؟ هو ممكن يمانج من عليها البرنتر ده، هيسمع في الدرايفر اللي موجود على البرنت سيرفر. اصبحت المكنه الاكس بي دي كمان هي كمان برنت سيرفر للايه؟ للديفايس ده. مش كل حاجه فيها. صح كده؟ فاذا مش شرط يكون البرنت سيرفر 2003. ايه؟ ممكن اكس بي يعني. اه. بس اهم حاجه ايه؟ على حسب. انت مدي برميشن للراجل دوت ان هو يمانج البرنترز ولا لا؟ صعب الكلام؟ صعب الكلام؟ ايه؟ لا مفيش. اه ممكن تلاقي في السبيشال بيرميشنز بقى، بس انا ما جربتهاش قبل كده صراحه يعني. سبيشال بيرميشنز دي بيخش هنا في الايديت، ما يقدرش يتشينج بيرميشنز، ما يقدرش يتيك اونرشيب. لا ما فيهاش، ما فيهاش. يا اما تديله يا اما ما تديلوش. معايا؟ السبول فولدر موجود فين يا شباب؟ احنا قلنا السبول فولدر موجود هنا. ادي ويندوز سيستم 32، هتلاقي فولدر اسمه سبول صح كده؟ ده اللي بيبقى جواه الكيو. حلو كده؟ طب السيرفيس اللي اسمها سبولر سيرفيس قايمه ولا مش قايمه؟ اوتوماتيك قايمه طبعا، ده لازم تبقى قايمه. اهي دور معايا عليها. ستارتد اوتوماتيكالي، دي لو مقفوله انسى. معايا كده؟ طيب السبول فولدر ده بيبقى جواه ايه؟ بيبقى جواه كيو صح؟ الكيو ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن اوامر طباعه مبعوثه. طيب اي لوك فايلز او اي حاجه زي كده غلط انك انت او تكنيكال غلط انك انت تسيبها موجوده تحت نسخه الويندوز، عشان ممكن تتضخم فتؤدي الى ايه؟ ها؟ خنقه للويندوز. معايا كده؟ فانا عايز انقل السبول فولدر ده. واحد يقول لي انقلها مانيوال، انقلها مانيوال بس ده الباص اللي هو السبولر سيرفيس شغال عليه. طب بص هنا برده اي حاجه بتروح تسمع هنا. لا انا عايز اعرف البرنت سيرفر اقول له السبول فولدر بتاعك اتنقل خلاص. معايا كده؟ واحطه ايه؟ واحطه على الهارد لوحده. ده بيقول لك حطه على الهارد لوحده. معايا؟ هتيجي هنا فايل سيرفر بروبرتس ادفانسد
السبول فولدر لوكيشن تغيره من هنا. صعب الكلام؟ صعب الكلام؟ ماشي. الاوبشنز دي كلها ريليتد بالبرينتر نفسه، يعني دي مش حاجات تخصنا. اه حاجات بقى مش 2003 لا تظبط بقى فيها مفيش حاجه. طيب في حاجه بقى كمان مهمه جدا يا جماعه، دي فايل ادفانسد تخش اكتب مثلا على بنفس الترتيب ويندوز سيستم 32. لا ما انت هتنقله في حته ثانيه تقول له دي نقطتين مثلا كذا. ايه عشان خاطر الامر الطباعه قاعده جواه، هو عمال يتضخم وهو في نفس الوقت موجود على الاوبريتنج سيستم بارتيشن، فممكن يخنق لي البارتيشن ده فالاوبريتنج سيستم يهيس. صح كده؟ بحدد الديستنيشن بتاع البارتيشن بس شويه. طب حد ياخد الكوبايه دي يا جماعه يشربها فيها يشرب يعني. تقول له ايه؟ ايه؟ مرسي. مرسي. ايه يا عم انت بتكلم واحد فرنساوي يا ابني. قلت له جزاك الله خير. ايوه كده. اللي مرسي. ماشي؟ معايا كده؟ صاحب شريف ولا ايه؟ نعم. صاحب شريف؟ اه. عشان كده بقى مرسي. معايا رجالة؟ صعب الكلام ولا سهل ولا ايه؟ شغال؟ ايه؟ في هارد وير بتاع بس احنا قربنا نخلص. ماشي؟ قربنا نخلص. ماشي؟ نعم. في هارد وير اسمه برنت سيرفر بتاع بصراحة؟ اه. ما سمعتش عنه، ما اعرفوش. ده ايه ده؟ لا بجد والله؟ لا والله هارد وير كده عباره عن زي الراوتر بتاعت حاجه كده بتوصل على البرنتر. لا 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 ده السويتش كان بيحول على الانفراد. شريف فكها بقى شريف عادي ربك يا صاحبي. 3 4 ايام برضه ليه 3 4 ايام ليه بقى؟ عشان ايه؟ بجد والله انت بتعملها فين اصلا؟ تامين وبتاع ولا لا؟ لا في اسمه ايه؟ غاليه ولا رخيصه؟ غاليه ولا رخيصه؟ ايه كم النضاره ولا العدسه؟ العدسه مش هعملها بلاستيك. اه العدسه الكوريه. يا اعملها ازاز تبقى بجد والله. ماشي ركزوا معايا لو سمحت. كلام صعب ولا مش اي حاجه والله؟ شفتوا طيب ماشي يا شباب. اللوك فايل ده لحد ما وديه تقريبا او اللوك فايل ده في الايفنت فيور. الايفنت فيور بتاع الويند لسه ناخده اللي هو موجود في الادمنستريتف تولز كاتب فيه كل حاجه. ايوه ماشي انت ممكن تلوك اي اعداد تعملها للسكورر يسمع لك في الايفنت فيور. الايفنت فيور ده بيتبرجر وبيتبرجر حاجات كتير قوي. ماشي طيب يبقى احنا خدنا ايه بقى كده؟ ازاي تعرف برينتر على السيرفر، ازاي تكونكت عليه من عند الكلاينت، ازاي تببلشه في الاكتف دايركتوري، ازاي تظبط عليه بيرميشنز، ازاي تظبط عليه افيلابيليتي، ازاي تظبط عليه بريوريتي، ازاي تنقل السبول فولدر. صح كده؟ صح. اروح تاني على البرينتر.
في ناس بتعمل حاجه ظريفه قوي بقى. في ناس بتقول لك لا انا عايز اطبع دايركت على البرنت ديفايس، مش عايز اعمل سبول، مش عايز اروح للسبول علشان تسرع العمليه. ماشي، هنا بيقول لك ايه؟ سبول برنت دوكيومنتس سو بروجرام فينيشز برينتينج فاست. ماشي، دي معناها ايه؟ انا امر الطباعه بتاعي ممكن يكون بيحتوي على اكتر من ورقه، صح؟ 500 ورقه مثلا. فهنا بتحدد هل تقعد لحد ما ال 600 ورقه كلهم يبقوا سبولد معايا كده في السبول فولدر، ولا كل ورقه تبقى سبول تروح دايركت للبرنت ديفايس معايا كده. ليه انا عندي دلوقتي امر طباعه، امر طباعه 600 ورقه، انا بقعد اسبول ورقه ورقه، حلو كده، هستنى لحد 600 ما يوقف في الكيو بالورقه ولا بالاوردر نفسه؟ اه ما هو بالاوردر نفسه، بس هو بيقعد ورقه. تبص ليه بيعد لك 1 2 3 4 تحت كده، صح؟ اه، هل كل ورقه اهندلها ابعتها للديفايس ولا لا استنى لحد ما كله يقف في الكيو بعد كده ابعت اللوكشه كلها على بعضيها؟ ماشي، هنا بيقول لك ايه؟ start printing after last page is spooled ولا start printing immediately كل ورقه كل ورقه. حلو كده، في ناس تقول لك ايه؟ ها print directly to the printer، يبقى انا مش هعمل spool اصلا خالص، يبقى ده كده طبعا اسرع. هل في ريسك ولا حاجه ولا مهمه السبول؟ ان في السبولر سيرفيس هتتشيك على البريوريتي، هتتشيك على الافيلابيليتي، انما كده انت رايح دايركت البرينتر ولا هتقف في كيو ولا اي حاجه بصرف النظر بقى البريوريتي بتاعتك. كل اللي فوق اتلم، كل اللي فوق اتلم خلاص. لا الافيلابيليتي لا، انما البريوريتي خلاص. انت مش السبولر سيرفيس مش هتجيلك، انت بره الموضوع خالص، انت رايح للبرنت ديفايس على طول. ما هو طبعا برضه طبعا بتحصل مشاكل يعني، ما اصله يعني هو اي حاجه وارده وممكن يطبع عادي، ما فيش اي مشاكل تحصل. فكل حاجه بقى ليها مميزاتها وعيوبها يعني. هم حاطين لك بص مايكروسوفت بتحط لك الجن اللازم، اي سيناريو ممكن يخطر على دماغك هتلاقي له اوبشن، بس هي دي القصه. انما النورمال ايه؟ النورمال انك انت بتبعت للسبول فولدر السبولر سيرفيس، بتاخد الامر بتاعك تبعته للبرنت ديفايس، صح؟ ده النورمال. عايز انت تبقى حسيت مثلا ان سبول فولدر مثلا اتملى خلاص ولسه ما نقلتوش انا والاوبريتنج سيستم اتخنق، فانا عايز دلوقتي اخلي الناس تطبع دايركت على البرنتر لحد ما هندل العمليه دي، صح كده؟ فاقول له برنت دايركتلي تو ذا برينتر مثلا. اي حاجه هتلاقي لها سيناريو يعني. ماشي، صعب الكلام؟ في مشكلة؟ طيب اخر حاجة بقى عايزين ناخدها مع بعض، مين من حقه ان هو يمانج برينتر؟ ها، يا اما يكون ادمنستريتور، يا اما يكون يوزر انا مديله بيرميشن، يا اما عندي انا هنا تو جروبس في الاكتيف دايركتوري. فاكرين لما كنا اتكلمنا برضو على موضوع الجروبس في الشيرنج؟ قلت لك في جروبس بتبقى باي ديفولت موجوده بس فاضيه، انت لما بتاد جواها يوزر بيعمل تاسك معينه، صح كده؟ لما نيجي هنا على الاكتيف دايركتوري اكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوتر معايا كده، هتيجي في البيلت ان هتلاقي في جروب اسمها سيرفر اوبريتورز، وهتلاقي جروب اسمها برنت اوبريتورز. اي واحد هتحطه في دي او في دي باي ديفولت هيقدر يمانج البرنترز، لانك انت باي ديفولت اصلا على اي برينتر بيتعرف في ديفولت بيرميشنز انت ما بتقدرش تغيرها، او يعني ممكن تغيرها بس يعني انت تغيرها ليه؟ فاهم اللي هو يعني في السكيورتي هنا هتلاقي ان البرنت اوبريتورز والسيرفر اوبريتورز باي ديفولت واخدين ايه؟ فول كنترول على البرينتر. فاي واحد هتاده هنا وتديله فول كنترول ماشي، هتحطه في جروب من الجروبس دي هيبقى واخد باي ديفولت فول كنترول ويقدر يمانج البرينترز معايا. انما لو يوزر عادي خالص هتلاقي ان الطبيعي بتاعه ان هو ايه؟ بيبرنت بس. هو الفرق بين ايه؟ الفرق بين الجروبس؟ لا، ما هو سيرفر اوبريتورز دول بيعملوا حاجات كتير من ضمنها ان هم يعملوا مانجنج للبرنترز. مش فاكرين برضو اللي يحطوا تحطه في سيرفر اوبريتورز يقدر يشير زي ما شفنا
انما برنت اوبريتورز دي تخص الناس بتوع البرنترز بس اللي هم واخدين فول كنترول على البرنترز. ها صعب الكلام؟ في مشكله؟ سهل موضوع البرنتنج ولا صعب؟ ايه ولا كتير؟ كتير بس لسه انت هتقعد بقى تسمع الفيديو بتاعه وتعيش حياتك مره واثنين وثلاثه هتلاقي الامور ان شاء الله بقت ستيبل خالص. اللي جاي